يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل صحيح أن فضيلتكم يفتي بأن جعل الثوب إلى نصف الساق أن هذا من لباس الشهرة؟ نعم أقول هذا، إذا كان البلد يلبسون إلى الكعب فأنت لا تلبس إلى نصف الساق لأن هذا شهرة، أما إذا كانوا كلهم يلبسون إلى نصف الساق فأنت تعمل مثله، لا تخالف المجتمع في أمر مباح، لأن اللباس إلى الكعب إلى أمر مباح، كيف تخالفهم تصير تشتهر بينهم وينظرون لك نظر ريبة استغراب؟ نعم.